بفضل الله ومنه هذا اليوم الحمد لله استطعنا أن نتوج مجموعة ديال الحافظين لكتاب الله. طبعا رغم الإكراهات يعني هما أطفال متميزين في دراستهم، يعني من الأطفال اللي كيحصلوا على أعلى النتائج في المسيرة الدراسية ديالهم، وكيجوا عندنا نهار السبت كيستافدوا برنامج يوم في الأسبوع فقط، كيجوا كيحفظوا القرآن الحمد لله الحفظ بالتجويد. الحمد لله أثمر هذا المجهود على ختم القرآن الكريم كاملا. هاد الوليدات اللي شفتوهم يعني راكبين على الأحصنة، بينهم كاين خاتم لكتاب الله، بينهم وليد عنده السادس موحد ديال السادس، ومع ذلك يعني كان تحدي عالي جدا وختم القرآن مع العلم أنه كان عنده موحد. هذا كان أصغر حافظ. عندنا الوليد يحيى أجبر اللي هو عنده ختمتين فأطلقنا عليه اسم السلطان الطلبة. الرائع في هذا كله أن هاد الوليدات يعني كيقراو، وكنبغيو نعطيو نموذج الوليدات ديالنا في المدارس، أن رغم التمارين ورغم الضغوط ديال المقررات الدراسية، ولكن كنقدروا إذا كانت العزيمة وكان حب القرآن الكريم فكنقدروا نوصلوا وكنختموا وكنجمعوا بين علمين، علم الدنيا والآخرة. وللإشارة سبحان الله الوليدات دائما يكونوا متميزين في دراستهم، الذين يستطيعون على حفظ القرآن الكريم طبعا يستطيعون على كل المواد الاخرى كتجيهم سهله جدا. بالنسبه للامهات كنقول للامهات بان اذا دينا من الصغر بدينا نحفظوا وليداتنا غادي ناخذوا النتيجه، لان سبحان الله العظيم المثابره، لان هاد الاباء اللي كيخليو نهار تعاود تحيه للاباء
لان اللي كيخليو نهار العطله ديالو ما كيسافروش ونهار السبت او نهار الاحد نهار اللي كيصبح مرتاح فيه راه هو كيصبح في الصباح ما يجي به يحفظ القران. راه هو تاج الوقار ليس سهلا باش يتوج والده، تاج الوقار يوم القيامه ليس سهلا، خصو مثابره في الدنيا. اذا كان خصنا نتائج عاليه في الدنيا باش ندخلوا لاعلى المدارس فهذه النتيجه ديال الاخره، فخص المثابره وملي بهذه المثابره كتعطي النتيجه. السلام عليكم، انا يحيى اجبر، اليوم يحتفلوا بيا حيت انا سلطان الطلبه، الفضل كيرجع لمعهد عائشه ام المؤمنين حيت صراحه سندوني وعاونوني بزاف، والفضل حسن الوالدية والسادة ديالي، والفضل حسن والدي اللي عاونوني. الاحساس ديالي فرحه، كنحس بفرحه وسعاده. نقول لهم يتشجعوا ويحاولوا يحفظوه، واخا يكون عندهم الدراسه واخا يكون عندهم اي حاجه خصهم يقسموا الوقت ديالي. شحال عندك من سنين؟ 12 سنه. و 12 سنه قدرتي تحفظوا كامل؟ شحال السن ديالك من بديتي؟ بديت من كان في عمري 7 سنين. جبرتي صعوبات في الحفظ؟ شويش بالحق. الفضل ديال باش حفظت القران كيرجع الوالدية والاساسيده ديالي اللي عاونوني والجمعيه ديال ام عائشه المؤمنين. السلام عليكم، انا مهدي الزوين. هذه اول ختمه ديالي في هذا العام عند عائشه ام المؤمنين معهد، ومهم دور في كلشي كان كلشي مزيان الحمد لله، كنفرحوا بينا كيديروا لنا الانشيده، واحد الاحساس مزيون زعما باش تحس ان كلشي كيفرح لك وهذا مزيان والله الا. ضروري خصهم يجربوا خصهم يحفظوا، ضروري على حسب دوك كتاب الله ومزيانه، فهمت؟ خصك تحفظ وخصك تقرا، باش ضروري خصك تتعلم لانه كتاب الله، ضروري خصنا نتعلموه نحفظوه. الحمد لله شعور لا يوصف، لان باش الابن ديالك يختم القران راه واحد الشيء عظيم، واحد الفرحه لا تتصور، وهذا الشيء اللي كنتمناه من الدنيا كامله، ويكون الابناء ديالنا في هذا محافظين القران الكريم وجسدوه في الاعمال ديالهم وفي المسيره ديالهم ان شاء الله. بدا تقريبا معهم من الرابع في اللي كان المستوى الرابع، يعني كان عنده واحد 9 سنين اللي بدا معاهم، كيحاول يوازن بين الدراسه ديالو وحفظ القران. كان كي واحد ساعة من الزمن كان كيواظب عليه، الحمد لله توفق فيه. هنيئا لك. شكرا، بارك الله، شكرا لكم كذلك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.